واحد اثنين وعشرين إحداشر سبعة واحد أربعة وعشرين إذا لا أعرف أنا كنت أجنو أول نظام بتاع الكموية إذا أنا كنت أجنو طيب أنا كنت السودان أنا ماهر اليوم بتكلم لكم عن تجربتي في صناعة الطيران بدون طيار والروبوت لما كنت صغير في الأساس كان في مادة اسمها الفنون فنون فعلا يعني هي فنون وفي الصف الأول باعتبار أن هي أول خطوة في حياتنا بتكون دايما بتودينا لقدام ما بترجينا لورا والأستاذ طلب مننا إنه أي زول يعمل حاجة بخشب بحديد بأي حاجة فأنا عملت طاحونة بس الطاحونة دي عشان تشتغل محتاجة لموتور وإذا أنت طالب أو تلميذ وما عندك العناصر الإلكترونية أول حاجة بتخطر في بالك شنو؟ حاجات ناس البيت تلفزيون راديو الكمبيوتر بتاع أخوي الأكبر مني فأنا شلت الراجل بتاع الوالد وفكرته وشلت الحاجات المحتاج له عملت الطاحونة وفعلا الطاحونة اشتغلت بس في اليوم ذاك كان صار في مباراة بتاع الهلال والوالد اشترى الراجل ده عشان أسبابه مباراة الهلال وكده فأنا شلت الراجل وفكرته وعملت الطاحونة والوالد جا من السوق شاف الراجل بيشتغل معاه وفتحه كده بيشتغل فضربت شريط لليوم انا متذكر فشلت الطاحونه وعرضتها في المدرسه نالت جاب المعلمين وادوني الدرجه الكامله في الفنون بقيت زور فضولي شديد اي حاجه في البيت بفككها بشوف الجوا شنو تلفزيون راديو اي حاجه لدرجه بقوا بفكر الباب عشان انا ما اخش جوا ولا كده فطبعا في عام 2014 مشاهد في قناه اسمها ناشر جورة في ابو ظبي في فيلم وثائقي بيتكلم عن الطيران بدون طيار فالفكره عجبتني شديد فقلت لها يا ماهر متعمل الطيران دي وكده ف جمعت الحاجات عشان نعمل طائرة فعملت طائرة وما نجحت وعملت وما نجحت وعملت وما نجحت وأنا عارف لو في إرادة في طريق للنجاح فعملت الطائرة دي والطائرة دي الكاملة فدي كان أول طائرة لي فعملتها وطارت فمن هناك لقيت الاهتمام من الأسرة فالوالد شجعني كثير عشان نعمل طائرة أكبر يعني حاجات أكبر كده فمن هنا بدأت المشاكل طائرة أكبر يعني حاجات أكبر محتاجة لحاجات أكثر فعملت الطائرة يعني فعلا عملت الطائرة الأكبر وبس الطائرة الأكبر دي محتاجة لحاجات كثيرة فعملت بحث في الإنترنت عن الحاجات اللي أنا دايرهم مكونات الطائرة وكده فكتبتهم في ورقة ففتشت ما لقيت معظم الحاجات اللي أنا دايرهم ما لقيت منها فمشيت الخرطوم لقيت 10% من الحاجات اللي أنا دايرهم فاضطريت أن نرجع للخرط فبحثت في القرط لقيت في موتور في الهارد ديسك فالموتور ده كان ضعيف شويه لكن اتعلمت كيف نبقيه قوي وعملته قوي تاني واجهتني مشكله فكان دي في التحكم بتاع الموتور والموتور ده عشان يشتغل محتاج لجهاز اسمه الESC بس الجهاز ده كان ما موجود فمن هنا بدات مشواري بتاع البرمجه فالجهاز عشان يشتغل محتاج لبرمجه فتعلمت لغه السي بلاس بلاس ومن هنا بدأت المشوار بتاع البرمجة طبعا تاني واجهتني مشكلة فكان المشكلة دي في التحكم ما لقيت الريموت اللي انا كان محتاج له في الزمن ده فقلت انشوف البديل فلقيت بديل في مديول اسمه NRF فالمديول ده ذات ما لقيته ففتشت ما لقيت الحاجة الدايرة فعملت مديول بالواي فاي وبالاردينو فكان التحكم فوق بيتم عبر الهاتف فعلا الطائرة طارت لو في إرادة أنا قلت قبيل ما في صعب
مافيش فالحاجة اللي ما محتاج إنك تقري في جامعة أو محتاج إنك تكون في الثانوي، الحاجة المحتاجة لعزيمة وإصرار منك. فالحاجة دي كلها أنا تعلمته بالإنترنت، تعليم ذاتي. أي حاجة مالي كتاب بتعلمها تعليم ذاتي كده. فمفتكرين الطائرة دي أخذت معي كم زمن؟ شهر، شهرين، ثلاثة. الطائرة دي أخذت معي سنة كاملة عشان يتمها. ففي ناس البيت الزوان شجعوني ذاتو كان يوسف مني فبقولوا الماهر حاجة اللي بتقدر تعملها قال لي وكذا وانا اصريت الا لازم نعملها نعملها ما في طريق ثاني. ف ودي الورشة حقتي فعملت طائرات كثيرة عشان نرفع عن نفسي اكثر. فاغلب الطائرات الان عملتها كانت لاغراض علمية ترفيهية فقط. فعملت طائرة ثانية فكانت الطائرة دي لنقل الأخاخير الطبية من مستشفى إلى آخر. فهنا في السودان طبعا عشان يأجروا عشان المستشفى تعمل هليكوبتر وكده محتاجة لقروش أكثر ومحتاجة لحاجات أكثر. فما في مستشفى تقدر تبيع هليكوبتر عشان يوصل لها أخاخير طبية من مستشفى إلى آخر. فأنا عملت الطائرة دي لنقل الأخاخير الطبية من مستشفى إلى آخر. الطائرة دي ما مكلفة كثير في ذلك. فدي كانت دعمتني فوقها منظمة اسمها جود الخيرية. فأنا بشكرهم من هنا وبشكر أي زول يقف معي وخاصة الوالد والدة لأنه يجيبوا معي شديد. طبعا أنا هنا في السودان هنا في حظيرة كبيرة يسموها الدندر. الحظيرة دي بجونا طيور من برا من آسيا من أوروبا من البحر الابيض المتوسط. فالطيور دي احتمال ينقل معهم مرض فيروس او اي حاجه. فانا عملت الطائره دي لمراقبه الطيور. هي فراشه في روبوت في حياه فراشه لمراقبه الطيور. وعملت ثاني جراده فكان دي الهدف منه لتلقيح النخيل وكده. فأنا لو اشتغلت طائرة في النهاية بكون مرهق شديد فباخذ معي زمن طويل. من أنا أبدا طائرة وأكملها باخذ معي زمن كثير. ففي النهاية بكون مرهق شديد بشتغل تقريبا 3 ساعات 4 ساعات فبكون مرهق شديد والبيت بكون مسخان ومكركب. فأنتوا عارفين الأمهات الكركبة والوسخ دي ما بتنفع معاهم والحاجات دي كده. عملت الروبوت ده كان للتنظيف من الطفلية المحلة اللي أنا قاعد فوقه وبديم التحكم فوق بالموبايل بكون راجل في التلوين في الضريبة التحكم فوقه. دي الطائرات اللي أنا عملتها فكانت في الورشة حقتي. طيب يا ما فقدنا ناس بسبب لدغات الصعابين. فأنا بسبب الصوبان ده فقدت زول عزيز علي شديد ولدته صوبان ومات. والحاجة دي عدتني دافع إني نعمل حاجة فعملت الروبوت ده. فالروبوت اللي أنا عملته ده روبوت حامل الترياق. الروبوت ده ممكن انا بتحكم فوقه بالريموت او بالموبايل فهو بمشي بعمل له اسعافات اوليه لزول اللي ضاقوا صوبان. فده الروبوت يتم التحكم فوقه انه الحاجه دي عالميه يعني. ف تعرفين الصوبان سنوين بقتل كم نفر في العالم؟ صوبان الصعابين الصامة سنويا حول العالم بقتل حوالي 90,000 شخص. فده اداني دافع كبير عشان نعمل المشروع ده. وده النموذج الاول بتاعه فانه بمر بمراحل كثيرة فده النموذج الاول بتاعه. ف
عندها درس الرسالة لا يزول بقول يعني الحاجة ما أقدر بسليها وكده ف ما تقول لنفسك أنت فاشل الفاشل ما مخلوق الفشل ما مخلوق ولا إنسان الفشل هي عبارة هي عبارة عن محاولة حاولت أن تقوم بها وفشلت ف وبقدر الكد نكتسب المعالي ومن طلب الأولى سهر الليالي ومن طلب الأولى من خير كد أداء الأمر في طلب المهالي وشكرا